يصرح وزير الدفاع في ذلك الوقت خالد نزار ويقول أنا الذي أعطيت الأمر لإلقاء القبض على الشيخ عباسي مدني وعلى فلان العبد الضعيف إلى الله عز وجل. عباسي بدا يعني بالحاجة كونتينيوي أبرافي لتات سياج par des appels à la révolte, par des appels à, par des appels à l'armée, à la désobéissance, tout cela. Donc il fallait que je mette un terme. C'est pour ça que je les ai mis en prison. Je les ai arrêtés. Ça, c'est ma décision. Et personne ne m'a dit de faire quoi que ce soit. C'est moi qui l'ai fait. J'étais responsable, je l'ai fait. Man ant? Man ant? هذا الطغيان الذي أوردنا الموارد السوء. أتريدون أن تسجنونا وتقتلوننا وتمنعونا من حقوقنا ثم ندس رؤوسنا في التراب؟ كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة. عشنا أحرار ومات آباؤنا أحرار من أجل أن نعيش أحرار، لا أن نستذل في بلادنا. ها هو الله تبارك وتعالى أهلك عدوكم فرنسا واستخلفكم في الأرض وأصبحتم أنتم الحكام. ماذا فعلتم بالشعب 60 سنة؟ ماذا فعلتم به؟ اسمع مليح واش يقول هذا نزار، هو ذاته مش أنا المسؤول، مش أنا المسؤول. اسمحوا لي لابد نتكلموا. ها يقول: تدخل الشادي خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 1991 مصرحا أنه مستعد للتعايش مع ماذا؟ مع الفيس. يعني احنا هنا ما خرجناش على الشارع. حضر الناس يقول لك خرجتوا على الحاكم، معناها الجنرالات هما اللي خرجوا على ماذا؟ شعر اللي خرجنا. احنا خرجنا على اللي خرجوا على الشادلي. خرجنا دفاعا على حقنا وعلى ولي الامر اللي يقولوا ولي الامر، ولي الامر. اسمع. واثارت النتائج الانتخابات التشريعيه ليوم 26 ديسمبر ارتباك وإحباط الرأي العام، بالإضافة إلى قلق البلدان المغاربية المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا. اسمع مليح، المغاربية والأوروبية وخاصة فرنسا. ثم انتم قتلتونا على جال فرنسا، إن علت الله على الظالمين. قتلتونا على جال فرنسا، سجنتونا على جال اوروبا، سجنتونا على جال اوروبا. ان لعنه الله على الظالمين، ما لا لعنه الله على الظالمين. قبحكم الله، احزاكم الله، دمركم الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تحشموش تقولوا باللي تحكموا على 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 اختيار تاع شعب. حقرتوا الشعب ما حقرتوش الجبهه. الجبهة كانت وسيلة فقط، والله غير حكرتوا الشعب. قلتوا الشعب هذا ما يفهمش وما يعرفش يختار. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن ربك لبالمرصاد. أقسم بالله العلي العظيم، الظلم اللي حقروه والديار اللي شدتوها والنساء اللي بكاوها والدنيا اللي سردوها غير يخلصوها في الدنيا قبل الآخرة. هذا مجرم، هذا مش فقط هذا، هو يقول مش بعض الناس، ها هو يقول: أنا الذي أوقفت الانتخابات وأتحول عواقب ذلك. انت هذا مش فقط قتل، هذا بمعنى نحى الانتخابات التشريعية، يعني حب يسفه الشعب الجزائري. يا ناس، يا اللي اخترتوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يا ثلاث ملايين ما تفهموا فيها والو. احنا اللي نفهم، هو يفهم، وجنرالات. شكون أنت؟ رب في الأرض هذه من دون الله عز وجل؟ أما اللي يحدث في الشاطوناف، واللي يحدث في الحميز، واللي يحدث في السنترال، واللي يحدث في الكافينياك، واللي يحدث في حي الجبل، واللي يحدث في بن جراح، عنتر وعنتر و تقول هذا لازم ماشي فقط زوج ولا ربعه يرفعوا به دعوه، هذا الشعب الجزائري كله لازم يرفع به دعوه. ما هذا الحي تاعنا؟ شحال واحد قتلوه؟ شحال واحد سجنوه؟ في لابروفال، في لامونتان، في وهران، في قسنطينه، في بشار، في تندوف، في اضرار. ناس نجحت في الانتخابات، ناس نجحت في الانتخابات ولات تقاسي وتقتل وتذبح، والعالم كله ساكت.
حكم علينا نزار وحكموا علينا الجنرالات، ولكن انا ما نقولش فقط نزار، نزار واللي معاه. خاص كثير من الناس يقولوا نزار نزار، خاص هو طاح وهم في التقاعد وينساو اللي راهم في الحكم، ينساو التوفيق، ينساو قايد صارح، ينساو قنايزية، ينساو غزيت، ينساو كذا. خاص على ماذا هادو مازال ماذا في الحكم قادرين يضروهم ولا ينفعوهم؟ الضار والنافع هو الله. الضار والنافع هو الله. وما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليمشيئك. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ونقول لكم كل الظلام نزار اليوم سلك قدوة يزيد يطيح، لأن القضية مش قضية زوج يحكي يشكو به. أنا قلت قضية شعب لأنه تعدوا على شعب، على اختيار شعب. ولما أكون أنا في الحبس وجاء زروال وجاء جنرال طيب درازي، قلت لهم احنا ندافع على حق شعب مش على حق الجبهة، لأن في الانتخابات الشريعية في ذاك الوقت اختاروا الناس الجبهة الإسلامية وجبهة التحرير ولففس، صح ولا لا؟ وكي تجي تدرس واش علاش هذو ثلاثة؟ جبهة التحرير تمثل ماذا؟ ثورة. والأخرى تمثل ماذا؟ هوية الأمازيغ. والثانية تمثل ماذا؟ الإسلام. قولوا لي هوية تاع الجزائر واش هي من خلاف الثلاثة هذه؟ قولوا لي ما هي هوية الجزائر من خلاف هذه؟ مش يقولنا احنا في 2004 هنا في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، قلتها في البليده، قلتها في قسنطينه، قلتها في الاماكن اللي رحت فيها، قلتها لا. احنا بالنسبه الينا ما عندنا حتى مشكل، نحن نريد ان ناخذ حقوقنا وان نمارسها كبقيه المواطنين الجزائريين، والشعب هو الذي يختار، صحيح ولا لا؟ حبيتوا نتحاكموا نتحاكموا،